المعذرة، تعرفوا ديريكت المعذرة، نعتذر، أسباب تقنية خارجة على نطاقي. نرحب بكم مرة أخرى ونعتذر عن هذا الانقطاع اللي راجع لأسباب تقنية خارجة على نطاقي. نحب نذكر اللي الموضوع اللي نعالجوه اليوم هو التالي: هل في الإقرار باللاوعي ما يمثل انتصارا لما هو جسدي؟ نقوم بثلاثة مراحل سنجتاز معا ثلاث مراحل: العمل التحضيري، التخطيط، التحرير. وأدعوكم بناتي وأبنائي التلاميذ أن تتريثوا يوم الامتحان، وأنكم تقوموا بعمل تحضيري ثم التخطيط والتحرير. يجب يكون تتويج لهاتين اللحظتين. في عمل تحضيري أول نحدد المعطى والمطلوب. المطلوب هل موضوع إذا هو استفهامي، يبدأ بحرف استفهام وفي الآخر علامة استفهام، لأنه ثم برشا تلامذة مازالوا ما يميزوش ما بين الموضوع التقريري والموضوع الاستفهامي. إذا هو موضوع هل، المطلوب هل، والمعطى يمثل في الإقرار باللاوعي ما يمثل انتصارا لما هو جسدي. إذا في مرحلة أولى نقوم بعمل تحضيري. ننصحكم أنكم تحطوا سطر تحت المعطى وسطر تحت المطلوب، وتقسموا المطلوب الأ وبي. عندك في الإقرار باللاوعي أ، ما يمثل انتصارا لما هو جسدي ب. في لحظة ثانية ماذا بيا تقفوا عند أهم المفاهيم سواء في أ ولا في ب، وكل مفهوم المفاهيم هذه تحاولوا تحطوا تحته سهم مزدوج، تحاولوا تحطوا تتوصلوا بشأنه إلى تحديد سياقي أول وتحديد سياقي ثاني. تحديد السياقي الأول الكلمة اللاوعي، تتسائل: يا هل ترى نفهم اللاوعي على أنه نقيض للوعي، أم نفهم اللاوعي على أنه مكمل للوعي، أو على أنه ذلك الآخر، تلك الغيرية الداخلية، ذلك الآخر الذي يتسع الوعي ليشمله ويغتني منه. تحطوا ستار زادة تحت الإقرار: هل هو إقرار نهائي وحتمي، أم هو مجرد تأويل قابل يجعل مفهوم اللاوعي قابل للمراجعة. معايا زاد أولادي وبناتي تحطوا ستار تحت كلمة الانتصار: ماذا نعني بالانتصار؟ هل هو انتصار لطرف على حساب آخر؟ وإذا كان اللاوعي هو انتصار لما هو جسدي، فهل هو انتصار على حساب الوعي؟ وهل معنى هذا الانتصار أن فرويد قد اختزل الإنسان في الوراثة، في الغريزي، في الحيواني، في البيولوجي، في الإيروسي، واعتبر أنه الإنسان ما عادش كائن عاقل وما عادش كائن واعي، وأقرب منه الحيوان منه الإنسان؟ هل هو إلغاء كلي للوعي، أم هو انتصار للجسدي في اتجاه أنه نوسع دائرة فهمنا للأنية وننفتحه على الجانب البسيكولوجي؟ وبالتالي هو انتصار يكرس انفتاح العقلانية العلمية في مدرسة التحليل النفسي ويحررها من التعصب اللي سببته المقاربات الوضعية أو الاختزالية الميتافيزيقية للإنسان. نمشيو لكلمة الجسدي: هل نفهم الجسدي في دلالته البيولوجية العضوية فقط، أم أنه الجسدي هو في نفس الوقت الواعي في إطار تصور منفتح أكثر متفتح أكثر؟ وبالتالي تصور يحدد الجسدي على أنه هو في نفس الوقت الواعي. إذا نحطوا زوز دلالات تحت كل كلمة، نعملوا حسابنا اللي فما إمكانية أني نفهم كل كلمة في سياق أول وفي سياق ثاني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كي نحدد أ نحددها في علاقتها ب، كي نحدد ب في علاقتها بأ، وأساسا شنو معناها تحديد سياقي المفاهيم؟ نحدد الإقرار باللاوعي على أساس أنه انتصار في معنى أول، وعلى أساس أنه انتصار للجسدي لكن في معنى ثاني. نحدد الجسدي على أساس أنه هو العضوي فقط وبالتالي على حساب الوعي، ونحدد الجسدي على أساس أنه يشمل النفسي ويشمل الجسدي في نفس الوقت، وبالتالي نفهم به اللي هو انتصار الجسدي لكن مش على حساب الوعي. ملا نحدد كل مفهوم من خلال علاقته السياقية المتقابلة ولا المتضادة بالمفاهيم الأخرى. ملا ذي عمل مبدئي للمفاهيم. نجي توا نذكر روحي ونتذكر زاد مع بعضنا اللي صياغة هل هي صياغة جدلية.
تدعوك إلى التدرج من موقف أقل وجهة، مثلا نعم في الإقرار باللاوعي، انتصار يمثل ما يمثل انتصار لما هو جسدي، ثم في لحظة ثانية في الإقرار باللاوعي ما لا يمثل انتصارا لما هو جسدي وما لا يتعارض مع الإقرار بالوعي، وربما في لحظة ثالثة نمشي والأفق يتجاوز الوعي واللاوعي، يتجاوز الإنية والغيرية، وبالتالي أفق أرحب منهم الزوز ويخلينا ننفتحوا على فهم أكثر، متفتح أكثر ومنفتح أكثر على آفاق أخرى سنكتشفها في الإباء. فقط عندي ملاحظة تميز ماذا بينا ننتبه لخصوصية الموضوع والمقال، سأذكر أن المقال هو تفكير منظم ومتدرج في مشكل يطرحه موضوع، وهو تفكير منظم ومتدرج لأنه تفكير وفق خطة، الخطة هذه جوستمون يحددها خصوصية وفرادة المفاهيم وخصوصية وفرادة الصيغة المنطقية للموضوع. ونلاحظوا اللي موضوعنا فيه بارتي أولى A اللي هي في الإقرار باللاوعي، ونلاحظوا اللي الموضوع يطلب منا باش نقروا باللاوعي، يقدم لنا الإقرار باللاوعي على أنه مسلمة صريحة، يطلب منا باش نسلموا مبدئيا اللي هو إقرار ثابت، وفي الجزء الثاني يطلب منا ما إذا كان هذا الإقرار العلمي للاوعي يعتبر أو يمثل انتصارا للجسدي أم لا. دونك احنا في مقالنا باش يتكون من ثلاثة لحظات كبار، اللي هما اللحظة الأولى اللي هي لحظة بناء المشكل المقدمة، ثم التحليل باش نحلو في لحظتين، في موقف أول أقل وجاهة نعم الإقرار باللاوعي، في الإقرار باللاوعي ما يمثل انتصارا لما هو جسدي، ثم طبعا باش نتجاوزوا الموقف هذايا إلى موقف ثاني يحيلنا على أنه في الإقرار باللاوعي ما لا يمثل انتصار لما هو جسدي، ثم ربما ننفتحوا على لحظة ثالثة، وأخيرا الخاتمة اللي باش نستخلصوا فيها ربما حلول وتوصيات للتفكير الفلسفي ومسؤولية الفلسفة ومسؤولية الفيلسوف في تصور للإنية يتجاوز ربما لحظتين. إذن في المقدمة تمهيد، يمكن ننطلقوا في الموضوع هذا في التمهيد ليه ببناء المشكل، ببيان دواعي طرح المشكل، بإثبات أن الأمر يتعلق بمشكل حقيقي، وبالتالي بيان رهينته، بيان رهانته، بيان التوتر والمفارقة اللي أدت لطرح المشكلة ذي. يمكن للمترشح للتلميذ أن ينطلق من ما مثله هذا الإقرار، ما مثله هذا الاكتشاف من إحراج للتراث الفلسفي، من إحراج للتصورات التقليدية الفلسفية التي كانت قد اختزلت الإنسان في الوعي، ويمكن أيضا الانتقال من مفارقة كيف يمكن أن نعقلنا اللامعقول، كيف يمكن أن نحدد الإنية بما هو لا معقول وبما هو جسدي وبما هو لا واعي، في نفس الوقت الذي نبحث فيه عن دلالة عقلية لهذا اللامعقول. يمكن أن ننطلق أيضا مما تمثله المستجدات العلمية من إحراجات تجبر الفلسفة على مراجعة يقينياتها وتصوراتها للإنسان. الإشكالية طبعا باش نتسألوا على قيمة الإقرار باللاوعي وتبعاته ونتائجه، ما هي نتائج الإقرار باللاوعي؟ هل نفهم الإقرار باللاوعي على أنه انتصار للجسد على حساب الوعي، أم أننا يمكن أن نقر باللاوعي دون أن يكون ذلك على حساب الوعي، ودون أن ننكر أن الوعي واللاوعي هما بعدين لإنية مركبة يحددها فرويد على أنها بنية. في لحظة ثالثة يمكن أن نتساءل عما إذا كان هذا الإقرار هو في حد ذاته قابل للمراجعة، ويمكن أيضا أن نتساءل عن خطورة اختزال الجسدي فيما هو عضوي، ويمكن أن نتساءل أيضا عن إمكانية توظيف هذا الإقرار باللاوعي وهذا الاكتشاف العلمي توظيفا إيديولوجيا، وأخيرا نتساءل عن الآفاق التي يمكن أن نعيد التفكير فيها أو داخلها في الإنسان خارج ثنائية الوعي واللاوعي.
في لحظة أولى يمكن أن نتلق من الإقرار بأن الإقرار بلا وعي هو فعلا يمثل انتصارا لما هو جسدي. نتوقف عند دلالة سياقية المفاهيم، في هذا السياق نحدد اللاوعي على أنه النقيض للوعي، على أنه مجموع الغرائز والدوافع والنوازع ذات الأصل الجسماني والتي هي نوازع مكبوتة وقابعة في قاع الشخصية، على أنه الجانب الخفي واللا إرادي والجانب الغامض والبعيد المنال من الشخصية، على أنه مجموعة من القوى الليبيدية والجنسية والتي تحدد الحياة النفسية والتي تتحكم في شخصية الإنسان. تلاحظون أننا نعطي للاوعي هنا دلالة تجعله نقيضا للوعي ونقيضا للإرادة. نحدد هنا الجسدي على أنه العضوي والمادي والبيولوجي والوراثي والغريزي الإيروسي والتاناتوسي. نحدد الانتصار على أنه التحيز للجسد وللعضوي وللغريزي طبعا، وبعد القيام بعملية المفهمة سنثير مجموع المسلمات التي تختفي وراء الإقرار بأن الإقرار باللاوعي هو انتصار لما هو جسدي. هذا الموقف الذي سننطلق منه كلحظة أولى يخفي ضمنيا أو يضمر ضمنيا التسليم بالتناقض بين الوعي واللاوعي، بأن التناقض بين الوعي واللاوعي هو تناقض حاد ومطلق، بأن اللاوعي هو نقيض للوعي وبديل عنه، بأن الإنسان في مدرسة التحليل النفسي وكنتيجة وكاستتباع للإقرار باللاوعي هو حيوان تحكمه الغريزة يتحدد بما هو حيواني. هذا القول بأن الإقرار باللاوعي فيه انتصار لما هو جسدي يضمر أيضا الإقرار بأن باختزال الحياة النفسية في ما هو لاواعي، في ما هو جسماني، في ما هو غريزي، وبالتالي التخلي المطلق عن مقولات الوعي، عن مقولات العقل. هذا الموقف يفترض ضمنيا التسليم بأن الحياة النفسية لا يمكن أن نصل إلى حقيقتها بشكل واضح وشفاف بعملية تأمل وحدس باطني، وأن حقيقة الإنسان هي حقيقة ملغزة وغامضة، وأنها حقيقة كامنة وخفية ولا يمكن أو من الصعب أن نعي بها. ننتهي إذن إلى في لحظة أولى إلى التوقف عند عبارة الإقرار باللاوعي، لنشير إلى أن اللاوعي ليس مجرد فرضية وليس مجرد مفهوم فلسفي غامض، بل هو إقرار. عبارة الإقرار تحيلنا على أن اللاوعي هو مفهوم علمي جعل له فرويد مضمون نفسي قابل للتكميم، قابل للضبط الفيزيائي. هو كم من الطاقة البيولوجية أو الطاقة الليبيدية ذات المضمون النفسي القابل للضبط والتكميم. يمكن كذلك أن نشير إلى أن نظرية التحليل النفسي هي نظرية جامعة في السلوك البشري، وأن هذا الإقرار هو إقرار حاسم وحتمي وإقرار علمي له تبعاته وله تأثيره على طريقة فهمنا للإنسان. في لحظة ثانية سنتوقف عند ما يمثله هذا الإقرار من انتصار لما هو جسدي، لنحيل على أن الإقرار باللاوعي هو إلغاء كلي للوعي، على أنه انتصار للجسدي على حساب ما هو واعي. طبعا هذا يفترض أيضا تحديد الجسدي على أنه البيولوجي كما سبق أن قلت والوراثي، تحديد اللاوعي على أنه الجانب الخفي والجانب العميق في الشخصية. فكيف يمثل الإقرار باللاوعي انتصارا على لما هو جسدي، وبالتالي انتصارا للجسدي على حساب الوعي؟ وبعبارة أخرى، كيف يمثل الإقرار باللاوعي إلغاء للوعي وتخليا عن الوعي؟ الانتصار للجسدي على حساب ما هو واعي يمكن أن يتجلى ويتمظهر في عدة مستويات. في مستوى نفسي الإقرار باللاوعي هو انتصار للجسدي، لأنه يفضي إلى اعتبار إلى اكتشاف وهمية الوعي، زيف الوعي. إذن نتيجة الإقرار باللاوعي
ونتيجة انتصار إلى ما هو جسدي وإلى ما هو بيولوجي، سنتبين مع فرويد أن الوعي على حد عبارته هو مجرد جدار سميك من الأكاذيب، من الأوهام، هو مصدر زيف، هو مصدر وهم، هو مصدر للتمثلات الغامضة والرديئة على حد عبارات نيتش، هو مصدر وهم، هو قوة إخفاء ونسيان، هو قوة تمويه ومغالطة، بمعنى أن الوعي لم يعد قادرا على تأسيس تمثل واضح وشفاف للإنية، وعلى أن حقيقة الإنسان تقوم على ما هو جسدي وعلى ما هو نفسي، وحقيقة الإنسان قابعة في ذلك القاع الذي يقوم منه الوعي مقام القشرة أو الحجاب أو ذلك الجدار الخارجي المليء بالأكاذيب والأوهام والمليء بالنفاق. وسبق أن أشرنا إلى أن الأنا وهو الجانب الواعي في الشخصية يسلك سلوك الرياء الدبلوماسي، يسلك سلوك النفاق الدبلوماسي. إذن على مستوى معرفي يتجلى الانتصار لما هو جسدي في إثبات أن حقيقة الإنسان ليست مصدرها الوعي، وإنما هي قابعة في البيولوجي العضوي الوراثي. أما الوعي فهو مجرد مصدر الأكاذيب والأوهام والزيف والتمثلات الغامضة والسطحية والرديئة والواهمة. على مستوى نفسي الانتصار إلى ما هو جسدي يتبين لنا من خلال إثبات فرويد أن الوعي ليس كما اعتقد العقلانيون هو كل الحياة النفسية، وإنما هو مجرد صفة من صفاتها. على حد عبارة فرويد ليس الوعي هو كل الحياة النفسية، بل هو صفة من صفاتها، بل إن غيابها أكثر بكثير من حضورها. إذن تلاحظون على مستوى نفسي كيف أن هذا الانتصار هو انتصار نفسي لجسدي، وكيف أن الوعي لم يعد محدداً للحياة النفسية، وكيف أن الانتصار الجسدي كمكون أساسي للحياة النفسية هو على حساب الدلالة النفسية للوعي. على مستوى إيتيقي الإقرار باللاوعي هو انتصار لما هو جسدي، على أساس أن الجسدي والعضوي والغريزي هو المحدد الأساسي وهو الوسيط الأساسي بين الأنا والغير، بين الأنا والآخرين. فعندما نقول بأن اللاوعي الإقرار باللاوعي هو انتصار الجسدي، هذا يعني أن طبيعة الإنسان طبيعة حيوانية متوحشة، وأن الوسيط بين الإنسان والآخرين هو غرائزه وميولاته. وعندما نقول الغرائز والنوازع والميولات المكبوتة، فنحن نتكلم عن غرائز وميولات أنانية شريرة يغلب عليها النزعة الفردية. ولعله لأمر كهذا أكد فرويد على أن النزوع إلى العدوان تجاه الآخرين وتجاه الغير هو نزوع طبيعي وغريزي لدى الإنسان، وكيف أن غرائز الإنسان الأنانية وذات النزعة الفردية تدفعه إلى افتكاك أملاك الغير، إلى الاعتداء على الغير. ولذلك أكد فرويد على أن الإنسان هو ذئب للإنسان، وعلى وحشية الإنسان وعلى نزوعه الطبيعي للعدوان. إذن نلاحظ هنا مظاهر الانتصار إلى ما هو جسدي، إلى ما هو حيواني في الإنسان، تجد تشكلا وتعبيرا عنها في عدوانية الإنسان ووحشيته، في مظاهر الصراع، في مظاهر العدوانية بين الإنسان والإنسان، وفي تأزم التواصل بين الإنسان والآخرين، وفي أننا نجد في نظرية التحليل النفسي تفسيرا لمظاهر العدوانية، لمظاهر الصراع بين الأنا والآخر في المستوى الإيتيقي. وهذا يعتبر انتصارا للجسدي، وتأكيدا لوحشية وحيوانية الإنسان، وتأكيدا على أن علاقة الأنا بالغير لا تتسم ولا تستبغ بصبغة عقلانية، وبالتالي الوسيط بين الإنسان الأنا والآخر ليس العقل واللوغوس والحوار وقوة المنطق والتسامح، وإنما وبالتالي ليس البين ذاتي وإنما الفردي. الوسيط بين الأنا والآخر إذن ليس البين ذاتي وإنما الذاتي الأناني الفردي الإيروسي، ليس اللوغوس وإنما الإيروس الذي يترجم في غرائز الحياة والموت، الموت عند فرويد، الإيروس والتاناتوس حب الحياة وحب البقاء، يجعل الإنسان في نظر فرويد مثله مثل الحيوان تماما، يعتدي على الآخرين ويفتك
أملاكه. هذا ما يفسر الأنانية والنرجسية وحب الذات وحب التملك والميل إلى العدوان عند فرويد، دليل على أن الحيواني هو محدد ووسيط أكثر، وسيط إيتيقي بين الأنا والآخر أكثر من العقلاني، وأكثر من الحوار، وأكثر من السلم ووساطة العقل. إذن رأينا كيف أن هذا الانتصار للجسدي على حساب ما هو واعي، هذا الانتصار للامعقول وللحيواني وللغريزي على حساب العقلاني، يتجلى في ثلاث مستويات. في مستوى معرفي يتلخص في أن الوعي لم يعد هو مصدر حقيقة الإنسان، وإنما هو مجرد جدار سميك من الأكاذيب، هو زيف، هو وهم. على مستوى نفسي، وبالتالي من خلال استنتاج أن الوعي ليس كل الحياة النفسية، وإنما مجرد صفة غيابها أكثر بكثير من حضورها، وكيف أن حقيقة الحياة النفسية تكمن في اللاواعي وفي الجسد وفي الإيروسي وفي الغريزي وفي الحيواني. على مستوى إيتيقي، فعلا الإقرار باللاواعي هو انتصار للجسدي، باعتبار أن الإنسان تغلب عليه النزعة الأنانية والفردية وحب التملك والميل الطبيعي والغريزي إلى العدوان. في هذه المستويات الثلاث يتبين مع فرويد أن الإقرار باللاوعي فيه إلغاء للوعي، فيه تكريس لحيوانية الإنسان، فيه تكريس للغريزة وتتويج للغريزة وتتويج للوراثة، وتحول الإنسان إلى حيوان من ناحية. من ناحية أخرى، في هذا الانتصار الجسدي هو انتصار، هو اختزال لمفهوم الجسدي فيما هو وراثي وما هو حيواني، على حساب دلالات أخرى للجسد ستكشفها الفينومينولوجيا فيما بعد، ستكشفها قراءة مغايرة لعلم النفس التحليلي في حد ذاته، وستكشفها الأنثروبولوجيا الفلسفية في انفتاحها على دلالات أخرى للجسد. لذلك سننتقل من هذا الموقف إلى موقف ثاني، وهنا سأشير سأقدم لكم نصيحة منهجية، ملاحظة منهجية، هو أن نحاول أن نبرر انتقالنا من اللحظة الأولى إلى اللحظة الثانية بربط يشير فيه التلميذ، كما كنت الآن أقول، إلى أن هذا الموقف الأول هناك عدة دواعي تجعلنا نستبعده ونتجاوزه لننفتح على موقف ثاني قد يكون أكثر وجاهة وقد يجد له مبررات أقوى، سواء في الأنثروبولوجيا الفلسفية أو في مدرسة التحليل النفسي أو ربما في الواقع وفي منزلة هذه النظرية في وتطبيقاتها في الحياة العملية المعاصرة. إذن في إشارة إلى رابط منهجي بين اللحظة الأولى واللحظة الثانية، يمكن أن أشير إلى أن هذا الموقف نقول مثلا نستعمل أداة استدراك نرجع، أو نستعمل أداة رابط ونقول اللي هالموقف الأولاني اللي يعتبر الإقرار باللاوعي فيه انتصار لما هو جسدي، هو موقف في الحقيقة قابل للمراجعة، قابل للتجاوز، باعتبار أنه من ناحية ناتج عفوا عن موقف ضيق وقراءة تصور وضعي ضيق لمدرسة التحليل النفسي، فهم ضيق للاوعي، على أساس أنه موقف قابل للمناقشة من داخل مدرسة التحليل النفسي ومن داخل تحديد فرويد نفسه لمفهومي الوعي واللاوعي. يمكن أن نقول أنه أيضا موقف قد يخفي خلفيات إيديولوجية، قد يكون موقف يدفع إلى قابلية مدرسة التحليل النفسي إلى توظيف الإيديولوجي. إذن نشير في بداية الانتقال إلى الموقف الثاني، نشير إلى أن اعتبار الإقرار باللاوعي انتصار للجسدي بكل ما يتضمنه من إلغاء للوعي، بكل ما يتضمنه من أن فرويد قد انتصر للجسد والعضوي والغريزي على حساب الوعي، ونشير إلى أن هذا الفهم هو فهم كما أسلفت فهم ضيق، وأننا إذا تمعنا في نظرية التحليل النفسي لفرويد نفسه فسنرى أن فرويد من ناحية في علاقة بمفهوم اللاوعي لم ينفي علاقة اللاوعي بالوعي، ولم ينتصر للجسد على حساب الواعي، بدليل أن اكتشاف اللاوعي هو في حد ذاته عمل من أعمال الوعي، أن فرويد لم يكتشف اللاوعي إلا بعد أن أضف عليه صبغة عقلانية،
وأن تصنيف نظرية التحليل النفسي في حد ذاتها على أنها نظرية علمية هو في حد ذاتها اعتراف بأن فرويد يبقي على الوعي. ففرويد قد عقلنا اللامعقول وقد عقلنا اللاوعي من خلال الوعي، واكتشاف اللاوعي وعقلنته في حد ذاته هو عمل من أعمال الوعي. ثانيا، فرويد لم ينكر الوعي، يقول إننا لا نندم أننا أقررنا الوعي وأقررنا له بوجود مستقل لذاته. يقول أيضا إن الوعي يبقى هو النور الوحيد الذي يهدينا في ظلمات حياتنا النفسية، بمعنى أننا لا نكتشف اللاوعي ولا يمكن أن نوسع دائرة الوعي إلا عن طريق الوعي في حد ذاته. فرويد أيضا يؤكد على عدة مهام للأنا، ويجعل الأنا وهي الجانب الواعي للشخصية له عدة مهام تتمثل في تقليص حدة الصراع بين الهو والواقع، تتمثل في ضمان التوازن النفسي والصحة النفسية والسلوكية للشخصية. الأنا يحاول من خلال آليتي الكبت والإعلاء أن ينظم هذه الرغبات البيولوجية الجسدية، ومن دون جهود الأنا أو على حد عبارة فرويد مجهودات الأنا لا يمكن للشخصية أن تتوازن وأن تتصالح مع عقدها. يؤكد فرويد أيضا على دور الأنا من خلال تشويه الحلم، من خلال تفسير الأحلام، من خلال الوظيفة الثقافية، أو من خلال عملية الكبت، عملية الإعلاء، وعدة عمليات نفسية. يؤكد فرويد على أن الوعي ما زال صفة من صفات الحياة النفسية، وأن الإنسان واعيا، وأن اللاوعي لم يلغي الوعي وإنما قلص من فاعليته ووضع لها حدودا، وأن إقرار فرويد للاوعي وإن وضع حدا بسيكولوجيا للوعي ولكنه لم ينكر الوعي ولم ينكر فاعليته حتى وإن كانت فاعلية محدودة. إذن لا يمكن أن نقول أن الإقرار باللاوعي هو انتصار للجسدي على حساب الواعي وبإلغاء الوعي تماما. من ناحية أخرى، سنتضنن على الموقف الأول ليس فقط في علاقة باللاوعي وأيضا في علاقة بالجسدي نفسه. ففرويد لم يختزل الجسدي في العضوي فقط، بل الجسدي هو أيضا النفسي. إذن لم يفصل فرويد بين النفسي بين الجسدي والواعي، بدليل أن الوعي كما عرفه فرويد هو جزء من الهو، بدليل أن الوعي هو في حد ذاته سليل لتلك الغرائز اللاواعية، لكن فقط هو هذه الغرائز قد وقع تنظيمها من قبل الواقع ومنظمة الواقع وآليات الكبت الواقعي. إذن الأنا بيو ثقافي، أصله بيولوجي باعتباره أنه جزء من الهو، ولكن يدين للواقع بتكونه. إذن الجسدي ليس فقط العضوي، وإنما يشمل أيضا الحياة النفسية، والحياة النفسية يمكن أن نقول عنها إنها عند فرويد إنها حياة نفس جسدية. إذن اعتبار أن اللاوعي هو انتصار الجسدي على حساب الوعي هو موقف قابل للنقد، قابل للتنسيب، إذا راجعنا ما يقصده فرويد نفسه بالجسدي. فإذا انطلقنا من الجسدي إلى النفس جسدي، النفس جسدي، وإذا انطلقنا من أن الحياة النفسية عند فرويد هي بنية مركبة مما هو عضوي بيولوجي ولكن أيضا مما هو واعي، إذا انطلقنا من أن فرويد أبقى على الوعي، صحيح أنه صفة من صفات الحياة النفسية ولكنه صفة لها فاعليتها ولها دورها في توازن الشخصية، إلى جانب أن فرويد قد أكد على أن الوعي مطلب، ما زال مطلبا. إذن الوعي لم يعد منطلقا ولم يعد هو المحدد الأول للشخصية ولم يعد مبدأ، ولكنه ما زال مطلبا إذن وغاية للإنسان. يستبدل، صحيح أن فرويد يضع حدا للوعي وهذا الحد البسيكولوجي هو اللاوعي، صحيح أن فرويد يقلص من فاعلية الوعي ويستبدل الوعي المطلق بالوعي النسبي المحدود، يستبدل الوعي كمبدأ بالوعي كنتيجة
يستبدل الوعي كمنطلق بالوعي كغاية، يستبدل الوعي كمعطى بالوعي كمطلب، ولكنه لم يلغي الوعي، فما زال الوعي بعد من أبعاد الحياة النفسية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن فرويد جعل الوعي نتيجة للجسدي، كما سبق أن أسلفنا الحياة النفسية حياة نف جسدية عند فرويد. ثالثا وخاصة أن فرويد جعل الوعي قابلا للتطور، ويعرض علينا فرويد في هذا السياق نموذجا يشبه فيه أو يماثل فيه علاقة الوعي باللاوعي، بعلاقة بين دائرة صغرى هي الوعي ودائرة أكبر هي اللاوعي، ويشير إلى أن خيوط أو حدود أو جدران هذه الدائرة الصغرى قابلة للتطور داخل اللاوعي، وقابلة للاتساع لتشمل جوانب اللاواعية. يؤكد أيضا على أن اللاوعي لا يمكن أن نصل إليه إلا عن طريق وحيد هو الوعي، لذلك يقول أن الوعي هو النور الوحيد الذي يهدينا في ظلمات حياتنا النفسية. إذن صحيح أن حقيقة الإنسان قابعة في قاع شخصية، صحيح أن حقيقة الإنسان قابعة في الغريزي والوراثي والجسدي، ولكن هذا الجسدي لا ينفصل عن ما هو نفسي وعما هو واعي، ولا يمكن أن نختزله في ما هو عضوي وما هو غريزي، باعتبار أن شخصية الإنسان هي شخصية بيوثقافية، وإن كان أصلها ينحدر أو هو ينحدر عما هو وراثي وهو وشخصية سليلة لما هو غريزي وعضوي ووراثي، فإن فرويد لم ينكر في نفس الوقت البعد الثقافي للشخصية، بدليل أن توازن الشخصية يتوقف على عدة، كما يتوقف على مصالحة المكبوتات وعلى نجاح الأنا في أن يكون خادما وفيا للهوى، وعلى نجاحه في حسن تصريفه للطاقة الليبيدية للرغبات المكبوتة، ولكن نجاح الأنا يتوقف في نفس الوقت على إرضاء الواقع وإرضاء المربين والأنا الأعلى، كما سبق أن فسرنا في الحصة الفارطة التي خصصناها لتفسير مبسط لنظرية التحليل النفسي لفرويد. إذن كما تلاحظون في اللحظة الثانية حاولنا أن نتضمننا على هذا الإقرار بأن اللاوعي، الإقرار باللاوعي هو فيه انتصار الجسدي على حساب الواعي، وبينا أننا لا يمكن أن نقول أن الإقرار باللاوعي هو انتصار كلي للجسدي على حساب الواعي لجملة من الاعتبارات، أولها يتعلق بالإقرار باللاوعي في حد ذاته. صححنا مفهوم اللاوعي وقلنا أن فرويد لم يقصد أن اللاوعي هو نقيض للوعي، وإنما اللاوعي هو ذلك الآخر الذي يتوقف توازن الشخصية على مصالحته، ويتوقف تحرر المريض من عقده النفسية على الاعتراف به وبتلك العقد. من ناحية أخرى تظننا على الموقف الأول كذلك في علاقة بمفهوم الوعي في حد ذاته، ففرويد لم يلغي الوعي وأبقى له على عدة مهام. تظننا على هذا الموقف في علاقة بالجسدي، باعتبار أن فرويد لم يختزل الجسدي في الموروث وفي الغريزي وفي الحيواني، وإنما أعطى دلالة نفس جسدية لشخصية أبقى فيها على منزلة للوعي، وإن كانت فعلياته فيها محدودة، ولكن أكد فرويد في نفس الوقت على مهمة الوعي وعلى أن الإنسان ما زال واعيا وما زال مريدا، ولكن وعيه يبقى مطلبا، يبقى نتيجة، يبقى مسارا، يبقى مهمة متوقفة على مدى انفتاح شخصية على ما هو مكبوت وعلى ما هو غريزي، ومدى قدرة الشخصية على ترويض ذلك الجانب الحيواني وذلك الجانب الغريزي. إذن تخطينا في معالجة هذا الموضوع لحظتين، لحظة اعتبرنا عرضنا فيها موقف سائد متداول أو موقف فهم متسرع أو ضيق أو مبدئي لنظرية التحليل النفسي
تحيلنا على أن الإقرار باللاوعي هو انتصار للجسدي لكن على حساب الواعي. بينا مستويات لهذا الانتصار على مستوى معرفي، انتصار على حساب الواعي باعتبار أنه ينتهي بنا إلى اعتبار أن الوعي عاجز عن تفسير حقيقة الشخصية، وعلى أنه له معنى مجاور للوهم وللنسيان وللكذب وللتمويه وللنفاق وللمغالطة. على مستوى نفسي بينا كيف أن منزلة الوعي هي منزلة لا نكاد نذكرها بعد، لا يكاد يذكرها أو يعترف بها فرويد. على مستوى إيتيقي بينا كيف أن الوحشية والحيوانية تسيطر على علاقة الأنا بالغير، وعلى أن الطابع العدواني والإيروسي والأناني والنرجسي للغرائز هي التي تحكم علاقة الأنا بالغير، ولذلك يتكلم فرويد عن العدوانية إزاء الآخرين. ثم نسبنا هذا الموقف وبحثنا أو انتقلنا إلى موقف ثاني يرى أن هذا الإقرار باللاوعي ليس انتصارا لما هو جسدي على حساب ما هو واعي، وبينا من ناحية أن الإقرار باللاوعي لا يعني إلغاء الوعي، وفي لحظة ثانية بينا أن الجسدي لا يعني فقط العضوي، وإنما هو يتسع دلالة الجسدي لتشمل أيضا ما هو نفسي وما هو واعي. إذن لحظة أولى ثم لحظة ثانية. أريد أن أشير إلى أن المترشح يمكن أن يواصل ويستأنف التفكير، وقلت أن المقال هو تفكير في هذه المسألة، في مسألة العلاقة بين الواعي والجسدي، في مسألة تداعيات وانعكاسات الإقرار باللاوعي على فهمنا للشخصية. يمكن المترشح إذن أن يتجاوز اللحظة الأولى واللحظة الثانية لينفتح على أفق ثالث، على لحظة ثالثة يفكر فيها في الأنية خارج ثنائية الوعي واللاوعي. في هذه اللحظة يمكن أن نمر بالأفكار التالية. أول حاجة الساعة كنت تذكروا من الأول بكل قلت لكم لاحظتوشي إلي الموضوع مش هل أ بي، لاحظتوشي إلي إحنا من الأول بكل انتبهنا لأنه الموضوع اللي يقول لك هل في أ ما بي، هل في الإقرار باللاوعي. إذن الموضوع يقدم لنا الإقرار باللاوعي على أساس أنه مسلمة صريحة، هو لم يسألنا إذا ما كان يمكننا أن نحسم في هذا الإقرار من عدمه، وإنما طلبنا بالتسليم بصراحة، وليس وهذا يجعلنا نميز بين المسلمة الصريحة والمسلمة الضمنية، يطالبنا بالتسليم صراحة بأن الإقرار باللاوعي هو إقرار ثابت، ولا يحق لنا في لحظة أولى وفي لحظة ثانية أن ننسب هذا الإقرار. في لحظة أولى قلنا هو إقرار يمثل انتصار لما هو جسدي على ما هو واعي، وفي لحظة ثانية قلنا اللي هو إقرار لكنه لا يمثل انتصارا كليا للجسدي على حساب ما هو واعي. في لحظة ثالثة عفوا يمكننا أن نتظنن على هذه المسلمة الصريحة وأن نحاول أن نشكك أو نخرج من بداية هذا الإقرار. إلى أي مدى يمكن أن نعتبر أن هذا الإقرار هو إقرار نهائي؟ نشير إذن في لحظة ثالثة في علاقة بكل كلمة من هذه الكلمات، في علاقة بالإقرار باللاوعي يمكن أن نقول أنه إقرار ما زال قابلا للمراجعة، ونذكر بأن نظرية التحليل النفسي هي نظرية تأويلية وبشهادة فرويد نفسه هي قابلة للتصحيح، قابلة للتطوير، قابلة للمراجعة، وهذا فعلا ما قامت به عدة مدارس طب نفسي بعد فرويد في مراجعة وتوسيع وتصحيح لهذا الإقرار. من ناحية أخرى يمكن أن نشير في لحظة ثالثة إلى أننا يمكن أن نفكر في الإنية خارج ثنائية الوعي واللاوعي، على أساس أن الإنسان لا يمكن أن نختزله في الجوانب الجنسية والجسدية والنفسية وحسب كما فعل فرويد، وإنما يمكن أن نهتم بالإنسان ككائن تاريخي، يمكن أن نهتم به أيضا ككائن اجتماعي، يمكن أن نهتم به أيضا كمواطن، يمكن أن نهتم به أيضا كشريك في الأفق الإيكولوجي. إذن الفلسفة يمكن أن تفكر في الإنسان لا فقط في جانبه النفسي وإنما أيضا في جوانب أخرى، يمكن أن تنفتح على أفق أنتروبولوجي لتفكر في الإنسان ككائن تاريخي أو كوضعية داخل العالم من زاوية فينومينولوجية، أو كشريك في الأفق الإيكولوجي
وليس كمجرد بؤرة من النوازع والعقد النفسية أو كبنية تفاعلات بيوكيميائية ونفسية تبحث عن التوازن. هو أيضا كائن اجتماعي، هو أيضا كائن تاريخي في هذا الإطار. المدرسة الفرويدو ماركسية مع إيريك فروم مثلا تتجاوز المقاربة النفسية كما تتجاوز المقاربة الماركسية لتنفتح على أفق يجمع بين نفسي والتاريخي والاجتماعي، ويفكر في الإنسان ما بعد النفسي، ما بعد اللاوعي والوعي. يمكن أن نفكر أيضا في الإنسان داخل أفق أنتروبولوجي أرحب، لا يختزل الجسدي في النفسي والعضوي، وإنما يفكر في الجسد من زاوية فينومينولوجية مثلا، على أساس أن الجسد هو حضور، هو ذلك الجسد الحي المعيش الذي يمكن أن نتمثله فينومينولوجيا، ولا يمكن أن نختزله لا فيما هو نفسي ولا فيما هو عضوي أو بسيكولوجي وحسب. يمكن أيضا أن نضع حدودا إبستيمولوجية لهذا الموضوع من زاوية أن مدارس الطب النفسي لا زالت تدرس هذا التفاعل المركب للجسد مع كل الأبعاد التي تحدد الحياة النفسية، إلى جانب هذه النقاط المختلفة التي نشير إليها في اللحظة الثالثة. يمكن أن نشير أيضا إلى أن فرويد لم يختزل، صحيح أنه لم يستبدل مقاربة اختزالية ليعوضها بمقاربة اختزالية أخرى، ولكن مع ذلك ننبه في لحظة ثالثة إلى خطورة التوظيف الإيديولوجي للنظرية الفرويدية، وننبه إلى خطورة اختزال الجسد فيما هو بيولوجي، وفيما أن في أن اختزال الجسد فيما هو عضوي أو بيولوجي أو وراثي يمكن أن توظفه القوى السياسية العسكرية الاقتصادية لإحكام التحكم في الجسد، وهذا ما يثيره ميشيل فوكو مثلا في تاريخ الجنسانية بمكوناته أو في كتبه الأربعة، يشير إلى أن التشريح السياسي الأركيولوجي للسلطة يكشف عن التقاطع والتواطؤ بين المعرفة بالجسد وبالتركيبة النفسية والبيوكيميائية والبيولوجية الجسد والسلطة، وهو ما تكشف عنه أشكال استغلال السلطوي وأشكال الاستثمار السلطوي للجسد كطاقة أو كتعبيرية أو كطاقة عضلية في المجتمعات الاستهلاكية في المجتمعات الصناعية في زمن العولمة. والنتيجة هي أن معرفة الجسد واختزال الجسد فيما هو عضوي يكتسي خطورة كبرى، وننبه إذن في لحظة ثالثة إلى حاجتنا إلى إعادة التفكير في مدرسة التحليل النفسي في أفق يعي بخطورة التوظيف الإيديولوجي لهذه النظرية لتكريس تصور للإنسان ذو بعد واحد بعبارة ماركوز يختزله فيما هو مادي أو فيما هو حيواني أو فيما هو عضوي. وطبعا تفكيرنا في اللحظة الثالثة هذه عنده برشا مبررات، وعنده يمكن النجم ندعمه بمدرسة فرانكفورت اللي تشير لأنه إمكانية تأويل الحروب العالمية والاستعمار والحروب والتنظير للوحشية أنه ممكن أن يعتمد على نظرية التحليل النفسي، وكيف أن مدرسة التحليل النفسي والفرويدية بالتحديد والإقرار باللاوعي عفوا بالتحديد يمكن أن يلعب دور الإيديولوجيا أو التبرير الإيديولوجي للنزعة العدوانية للنزعة الإمبريالية لكل دعوة للتوحش كنزعة نازية كالاستعمار كتبرير كل النزعات العدوانية ومعناها قانون الغاب وبحجة أن الإنسان حيواني وعدواني. إذن في هذه اللحظة الثالثة يمكننا أن نقرأ هذا الموضوع من زاوية ثالثة تتجاوز ثنائية الوعي واللاوعي لتنفتح على أفق مختلفة، ولكن في نفس الوقت تنبه إلى ضرورة تجديد قراءتنا لمدرسة التحليل النفسي والتنبيه إلى خطورة التوظيف الإيديولوجي
لهذه النظرية، والاستثمار استثمار المعرفة بالجسد وبهذا الجانب الغريزي لتكريس امتثالية الجسد ولتطويعه ولتحويله إلى أداة طيعة سواء في المجتمعات الصناعية أو في المجتمعات الاستهلاكية، وبالتالي أداة طيعة لأي سلطة سواء كانت سياسية اقتصادية أو إيديولوجية. في الخاتمة ننتهي إلى أن التفكير في الإنسان ينبغي أن نستأنفه، لا فقط انطلاقا من التفكير في حياته النفسية وفي شخصيته، وإنما يجب أيضا أن نفتح آفاق هذه القراءة النفسية للحياة النفسية وللعلاقة بين الوعي واللاوعي على أفق أنتروبولوجية، فينومينولوجية، إبيستيمولوجية، على أفق حتى إيكولوجية. من ناحية أيضا نشير في الخاتمة إلى أن أهمية نظرية التحليل النفسي لا ينبغي أن تحجب عنا الصعوبات التي نواجهها في تطبيقها، في مواجهة الحاجة الملحة للمعرفة النفسية بشخصيتنا. ونشير أيضا إلى أن التفكير في الوعي واللاوعي لا ينفصل عن مسار تحرري، خاصة في واقع نعاني فيه من الاغتراب، في واقع تحول فيه مرض الاكتئاب إلى مرض جد منتشر. الضغوطات النفسية بحكم طبيعة الحياة المعاصرة تجعلنا في حاجة إلى العودة إلى فرويد، إلى العودة إلى التفكير في هذا الجانب النفسي، وإلى الفهم المفتوح لنظرية التحليل النفسي ولعلاقة الوعي باللاوعي، فهم في اتجاه البحث عن إمكانيات التطبيق أسهل لهذه النظرية في حياتنا اليومية، وليس فقط في المجال العلمي وفي المجال المعرفي أو في الدراسة. إذا يا ريت لو كان نفهم مليح نظرية التحليل النفسي مع فرويد، فهمي ما كنا من أنه نفهم رواحنا، من أنه نواجه عقدنا، من أنه نفهم هالعدوانية اللي تسيطر على العالم توا، هالأنانية اللي تسيطر على الإنسان، الواقع اللي تسيطر عليه الغرائز الأنانية، النزعة الفردية، حب التملك، الصراع من أجل التملك، صراع القوة. ما أحوجنا إلى مراجعة أنفسنا وإلى العودة إلى فرويد وإلى التفكير في العلاقة بين الوعي واللاوعي، اللي هو التفكير كما قلت، نأكد في الخاتمة على أنه ما ينفصلش على مسار وتمشيات احنا نمشي فيها في طريق نلوجو فيها على تحرر أكثر من عقدنا، نلوجو فيها على معناها نظرة أوضح لذاتنا وللآخرين. دمتم بخير، ونجدد موعدي معكم السبت القادم في نفس التوقيت إن شاء الله في حصة أخرى باش نهتم فيها المرة الجاية درس حول الأنا والغير، أو حول منزلة الغير من الأنية. إلى اللقاء، وأدعوكم إلى التواصل مع صفحة الفيسبوك للمنصة التعليمية باسم إي كلاس، مع الانستغرام، وكذلك مع القناة يوتيوب. نبقيكم بخير ونقولكم إلى اللقاء، وحصتنا الجاية على منزلة الغير، مازلنا إذن في درس الأنية والغيرية. إلى اللقاء.